السلام عليكم مشاهدين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم هذا الفيديو واللي فيه غادي نتكلم على النظام الغذائي الصحي، واللي يعني غير مؤخرا انا دخلت الجروب باش انا نشارك فيه، والحمد لله كنت شاركت باول صحن هو هذا طبسي والفطور، وسبحان الله كان من اقوى واجمل الصور اللي اختارهم، والحمد لله كما شفتوا. بغيت نبين لكم يعني هذا الفيسبوك ديال هذا الموقع اللي انا متبعاته، وهذا اليوتيوب، وهذا ابليكاسيون يعني في التليفون تقدري ديريها ابليكاسيون. هذا هو يعني البش مهندس اللي يعني مسير هذا الجروب. هادو يعني اقتراحات بغيت نوريهم لكم، يعني بالنسبه للنهار الاول الثاني الثالث وكتبقاي متبعه معاه شنو كيحط. يعني الصراحة مرة كيعطي النشويات ومرة كيمنعهم، كيعطي الاختيارات نتاع البروتيين، اختيارات الخضار، يعني الخضار ديما مسموحة، ويعني ديما يعني كيأكد على الخضار. الخبز يعني كيعطيك بالقياس. المهم بغيت نشارك معكم، انا الصراحة يعني درنا جروب ديال العائلة، انا مؤخرا عد دخلت معاهم شاركت لان كنت متخوفة واش نقدر ولا ما نقدرش. كنت جربت يعني في الفيسبوك مع لو نفسك تخس، الصراحة عمرني كنت نقول غادي يعني نقدر نحيد السكر من القهوة ولا اتاي. يعني انا من داك النوع اللي كنت مدمنة على السكر مع القهوة واتاي، والخبز حتى هو، يعني هادو جوج يعني خصك تقطعيهم غير من هو يحطهم اللي تاكليهم. يعني في النهار كيعطي نهار في السيمانة اللي كيسميه الفري، يعني كتاكلي فيه اللي بغيتي، واما الخبز يعني هو كيعطي بالقياس بحالو بان نشويات اخرى متنوعه. ودخلت مع هذا الجروب اللي فيه العائله والحباب، الصراحه يعني بغيت يعني ننصحكم انكم ديروا جروب في الواتساب، والصراحه اللي يعني كتشجعوا، يعني كل وحده كتحط الغداء ديالها كما راكم تشوفوا، الفطور ديالها، وكتحطوا كتعودوا على الوقت. وحاجه اخرى كتعودي حتى ولادك يبقاو ياكلوا معك الاكل الصحي، يعني واخا غادي تبقاي تحطي بوحدك، يعني سي نورمال في الاول غادي تكوني تحطي بوحدك الماكله في الصحن ديالك بوحدك، ولكن يعني حتى وليداتك غادي يبقاو ياكلوا يعني معك داكشي صحي، ما غاديش تبقاي تقلي بزاف، غادي تبقاي يعني ديري داك الزيت اللي هو كيقول لك، ويعني وزيت الزيتون، غادي تبقاي كتعبري يعني واش معلقه جوج معالق في النهار، يعني غتبقاي تحاولي بزاف ديال الحوايج اللي غادي تقطعيهم عليك وعلى حتى العائلة ديالك يعني اللي ساكنين معاك. والحمد لله يعني الجروب عجبني، ومن هذا الفيديو كنوجه تحية لصحاب الجروب كاملين، وبالذات الأخت دنيا اللي هي اللي راها تسير يعني الجروب وشرحت لي شحال مخطرة، وكاملين يعني عاونوني من دخلت معاهم الحمد لله. كاين دنيا، كاين خالتي يمينة المازوزية ديالنا كاين عتيقة، كاين الأخت عزيزة، كاين أختي سهام حتى هي من ألمانيا. وصراحة يعني كنصحكم باش ديروا جروبات هكا في الواتساب، لأن دابا الصراحه ما بقيناش كنستافدوا يعني غير بالاكل الصحي، يعني كيزيدوا حوايج اخرين يتزادوا في الجروب، ولكن كيبقى الاساس هو الاكل الصحي. وكنقول لهم تبارك الله عليكم، يعني الاطباق كاملين زوينين، واخا مره اللي كنغشوا هذا لا يعني اننا غادي نقطعوا النظام الغذائي، يعني الغذاء الصحي لينا ولوليداتنا كاملين. وصراحه كنصحكم بزاف 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 بهذا الموقع ديال لو نفسك تخس، لان يعني هاد الاسماء كاع اللي ذكرتهم الصراحه يعني كانت واحد النتيجه يعني ديال العام اللي فات اللي واو، يعني تبارك الله ما شاء الله نقصوا بزاف بزاف بزاف، يعني ما كنهضرش على 5 كيلو ولا 4 كيلو ولا، نقصوا بزاف بزاف بزاف، وبانت يعني لا في الصور ما كانش مسموح باش نحط يعني الصور ديالهم، ولكن يعني ثقوا بيا والله العظيم الا يعني نتيجه صراحه خطيره جدا. وانا دخلت معاهم الصراحه راني متحمسه بزاف بزاف بزاف، واخا ما باغياش يعني نقص بزاف بزاف، ولكن فرحانه بالاكل الصحي، يعني فرحانه به بزاف بزاف.
كنصحكم بهاد الموقع اللي يعني انا بذاتي كنشكرو على هادشي اللي دار. يعني في اي بلاصه تقدري تدخلي، يعني الفيسبوك، في التليفون ديالك، في اليوتيوب، يعني سورتو الفيسبوك بعدا يعني كيحط دائما، ولا الابليكاسيون كيحط دائما واش يعني تقدري الاختيارات اللي عندك تقدري تاكليهم داك النهار وكتبعي معاه الاسبوع كامل. ويعني زعما الصراحه يعني كيعطي اختيارات يعني تناسب يعني الجميع صراحه وقال. وهادشي اللي كاين، ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويعجبكم الاطباق اللي كنا يعني نحطوهم. كاين شي تصاور اللي يعني خديناهم غير بالزربه، وكاين شي تصاور اللي صراحه زوينين وما شاء الله عليهم كاملين كاملين. ونتمنى ان شاء الله نتيجه لكاع الناس اللي باغين يضعفوا وباغين ياكلوا الاكل الصحي. ونتمنى ما تبخلوش عليا بالاعجاب وتعليقاتكم الرائعه. Thank you.